السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو ليصلك كل جديد. ضربت سائقة رعدية مساء الخميس ساعة مكة الشهيرة ببرج الساعة التي تقع في محيط الحرم المكي، ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو يظهر لحظة تلقي برج الساعة للسائقة الرعدية التي أضاءت سماء الحرم المكي. وقالت حسابات إخبارية سعودية إن الساعة مكة توقفت عن العمل للمرة الأولى منذ تشييدها عام 2008، وهطلت أمطار غزيرة فوق مكة المكرمة سالت على إثرها الأودية والشعب، وأدت الأمطار إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء مكة المكرمة بسبب الأمطار الغزيرة. ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتعرض أجزاء من مكة إلى هطول أمطار غزيرة متفرقة مصحوبة برياح هابطة في اليومين المقبلين. ونقلت صحيفة سعودية عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف دعوته الجميع إلى التقييد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطريق وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرض لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمالية حدوث السيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح. وتشهد مكة المكرمة في هذا الوقت من كل عام تقلبات جوية تهطل على إثرها الأمطار بغزارة وتصبح معها عواصف شديدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.